فريدة يلا عيني يلا، لسه ما خلصتي؟ يلا خمس دقايق بس. شو خمس دقايق؟ صار لك ساعة وانت بتقلي لي خمس دقايق. لا تقول إلا خلصت، طول بالك. خفي ايدك شوي الله يرضى عليكي. يعني شو هالسهرة اللي رح تبدأ الساعة 10؟ فظاعة شو بتنق؟ الله يرحم جوزي الأولاني فوزي، كان يستناني ساعتين ولا اسمع له حس. هلا كل شغلة فوزي فوزي. شو أنتِ ما عندك سيرة إلا سيرة المرحوم فوزي؟ آسفة نعيم، مو بقصدي، بس أنت الحق عليك، أنت اضطريتني أحكي هالكلام لأنك أنت استفزيتني. إيه ماشي الحال، امشي هلا خلصيني امشي. شو رأيك ويا الموسيقى فريدة؟ حلوة كتير. الله يرحمه فوزي كان يموت فيها وكان يحب يسمعها كل يوم قبل ما ينام. فوزي كان يحب هالموسيقى أكثر ما بتتصور، كان مجنن. صحة صحة نعيم، اشرب. صحة. على قلبك إن شاء الله. كيف هلأ صرت أحسن؟ لا أحسن، جردقت. كملي أكلك. ما بعرف، حاسة حالي رح أشبع. لسه ما أكلت شيء. ما بعرف، أنت مكتر أكل مو هيك؟ لا أبدا عادي. يعني ليش كل هالمقبلات؟ كان بيكفي أربع خمس صحون، ضروري هالبحترة؟ يا ستي مو مشكلة، أنا قلت له للجرسون جيب لنا شوية صحون مقبلات، قام انبحت ونكت كل شيء بالمطبخ على الطاولة. لك بلاقوها فرصة لحتى ينزلوا أشكال وألوان على الفاتورة. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت حريص بهيك شغلات. فوزي كان حريص الله يرحمه بالمطاعم؟ طبعاً، كان ينادي للجرسون ويقول له بتنزل حمص ومتبل وسلطة وكبة نية. ما بدي أكثر من هيك مقبلات، وإذا شاف صحن زيادة على الطاولة بيرجع له يا دغري وبيخصمه من الفاتورة. متفكر بخلا سمح الله؟ لا ولو، إيه معقول؟ بس هو هيك، كان قد حاله وطبعه حامي وما بيحب حدا يغدره بقرش. بتعرف مرة شو عمل؟ لا والله ما بعرف، شو عمل؟ مرة تعشينا بمطعم غالي كتير، يمكن وقتها بمناسبة زواجنا. المهم طلعت الفاتورة 2500 مع إنه كنا لحالنا. إيه وشو عمل؟ أكيد ما دفع. يا سيدي نادى لرئيس القراصنة واتطلع فيه هيك من روس مناخيره وقال له بتجيب لي فاتورة نظامية بكل شيء وعليها ختم المحل. عينك تشوف قديش تكركبوا وتلبكوا، ما عاد عرفوا شو بدهم يعملوا. وجابوا الفاتورة؟ اجت انقص بألف ليرة. فظيع الفوزي، الله يرحمك يرحمك، شو كنت حربوه. الله يسامحك يا نعيم، هي ضروري هيك كل ما قعدنا مع بعضنا تذكرني بالمرحوم فوزي؟ ولا يهمك، الحق علي. معلش ما صار شيء. ما بدك تضيفنا شيء نشربه؟ على عيني وراسي. شو بتحبي تشربي؟ قهوة ولا شاي؟ مو فارقة. فوزي، قصدي المرحوم فوزي، شو كان يشرب بعد الأكل؟ فريدة؟ يا فريدة؟ فريدة وينه؟ مرحبا فريدة. أهلين نعيم. احذري شو جبت لك معي. مجلة المرأة؟ لا ما حذرتي. ملاقات الشعر اللي وصيتك عليهم؟ لا كمان ما حذرتي، الشغلة أهم من هيك بكثير. عن جد؟ شو جايب معك؟ جبت لك قطعة قماش تهريب. أما شو قطعة بتمزع العقل. تعالي أقول لك ورجيك إياها. وديني يا الله ما احلاها. هي الي؟ الك انا الي. الله يسلم هالايدين. ايه بس شو المناسبه؟ يعني ضروري يكون في مناسبه حتى اتذكر مرتي بهديه صغيره. فعلا فاجأتني. بتعرف نعيم، انا يوم عن يوم عم بكتشف انك مزوق ورومانسي وحنون. ولو يا فريده، انت بتستاهلي اكثر من هيك بكثير. الك إيه كم فريده عندي انا؟ خلاص روحي خلاص، شو في داعي للبكي؟ واجبي هذا، روحي واجبي واجبي، اعتني فيكي ودللك. قال مو مشان هيك عم ببكي. نعم مشان شو لك؟ عم ببكي لانك ذكرتني بالمرحوم فوزي. هلا هلا
كان يحب هذا اللون. نفس اللون؟ كان ما يخلي مناسبة إلا ويجيب لي قطع فيها هذا اللون بالذات. كمان كان يقول لي يا فريدة أنت أي قطعة أواعي بتحلى لما أنت بتلبسيها. كان يقول لي أنت مكانك مو بهالبيت، أنت لازم تكوني عارضة أزياء مثل كلوديا شيفر أو نعومي كامب أو ممثلة مثل كيم باسنجر. معتبرين أن عدداً من مكاتب الاقتراع نقل نتائج مغلوطة، وتشير النتائج بعد فرز 73% من الصناديق إلى تصدر المرشح المحافظ أرنولد إيلمان بحصوله على 48.85% من الأصوات مقابل 48.64%. ما بتمل من الأخبار؟ حطنا على المحطة الثانية. ما في شيء بالمحطة الثانية، حاطين مسرحية بايخة. ماشي حالك، بتضل أحلى من الأخبار. بعد 15 عام. معلش فريدة، أنا ماري خلق على هيك مسرحيات، وقال شو بسموها مسرحيات كوميدية. الله وكيلك يا فريدة، بس يقولوا مسرحية كوميدية نفسي بتنقبض وبدني بكش ومعدتي بتمغصني وبيتخربط كياني كله، وبس يقولوا مسلسل جاد بضحك وبصخصل. ايه والله بصخصخ من الضحك. لك فريدة ليش هيك عم ينجو؟ ليش هيك؟ الله يرحمك يا فوزي، كان مثلك هيك ما بيحب المسرحيات. لا هيك كان بالله. مرة طلعت براسي وضليت نق فوق راسه ليل نهار لياخذني يحضرني مسرحية. ايه واخذك؟ على مضض، مدري منين وقتها دبر بطاقتين دعوة لمسرحية كوميدية. المهم رحتوا. المسكين قعد لك بهالصالة ومكشر وكأنه قاعد بعزة، وهالناس حواليه عم تضحك وتتصهصل، وهو ما في غير مكشر وبارم بوزه وعقدته شبرين، ويميل علي ويقول لي ليش الناس عم تضحك؟ ما في شيء بيضحك. وشو قلتي له؟ صرت اقول له لك خلص فوزي، اضحك مثلك مثل كل هالناس، بعدين اذا حلق جارك بلدقناك. وبلدقنه؟ تعدمه. قام من نص المسرحيه وسحبني من ايدي وركيد على البيت. وصارت لك يومي تخناقة وخناقة، الله وكيلك وصلت صواتنا لآخر الحارة. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت نزق وحمش. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا فوزي، إلهي يجعل مسواك الجنة ويحشرك حشر بين عباده الصالحين يا حق. سمعينا الفاتحة على روحه. عم قلك هلكتني يا أمي. إيه والله هلكت. لا أمي مو قصة ما بتحبني، بالعكس فريدة بتحبني كتير ومو مقصرة معي بشي أبدا. إيه مثل ما عم قلك، المخلوقة أكابر كتير وصاحبة واجه. بعدين هذا مسواقك أمي. إيه مسواقك أنت يلي خطبتي لي إياها، وأنت يلي كنتي دائما تحليها بعيني. يعني ما بتتذكري شو كنتي تقليلي عنها أنت؟ كنتي تقليلي وإذا كانت أرملة يا ابني إيه لا تنسى انها صغيره وبتبل القلب. ولما كنت اقول لك ما بدي اعلك لقمه عليك غيري كان ينطفط بدنك امي، كان ينطفط تماما. وكنت تقلي لي يعني ضروري اذا جوزها توفى تروح عليها المسكينه تقبر عظامي يا حق على هالجمال يلي عندها احلى من صور الممثلات. الله الوكيل، هذا صوتك امي، انت هيك كنت تقلي لي. بقى شيت اني مستغني عنها يا امي، والله مالي مستغني منوب. إذا كان لانه تفتيرتها عندي بهالبيت تنعش الفؤاد. ايه لا امي ما عم بحكي نائض ومنقوط. لا بس اللي مضايقني منها ذكر جوزها الاولاني. ايه طبعا لانه ما عم ينشال من تمها ليل مع نهار، واحيانا عم يسبب لي العصبي كمان. صحيح صغيره يا امي وجرح صغير بيطيب اوام، بس امتى رح يصير هالشيء؟ امتى رح تطلع روحي انا الثاني ورح الحق المرحوم فوزي ويصير اسمي المرحوم نعيم؟ شو بعد الشهر الله يخلينا اياك يا امي، قسما بالله العظيم اتجرت، اتجرت تماما. لا وانا الثاني عم بستوعبها وما عم خجلها. وشو عم اقول لحالي؟ عم اقول لحالي يا ولد الاخلاص حلو، حلو الاخلاص. يعني بكره اذا توفيت انت الثاني يعني حلو تخلص لك، مو تنساك مثل يلي ماتت لقطه. الله يخليكي. ماشي الحال امي، على كل حال يعني الله يقدم لي فيه الخير. يا يوم مولدي
مرحبا فوزي. عفوا، مرحبا نعيم. أهلين فريدة. عفوا، أهلين فريدة. مين هي فريدة؟ لا لا ولا يهمك، عكت لسان. وليش عم تسمع فريد الأطرش؟ هيك خطر على بالي. بعلمي ما بتحبه. ايه صحيح، بس قلت لحالي ليش الفرحوم موزي المرحوم فوزي كان يحبه؟ اكيد في شي بصوته لهالمطرب، واكيد المرحوم كان عنده حس مرهف وعالي، وانا حاليا اشتريت كل البومات فريد الأطرش الغنائية حتى اكتشف مفاصل الجمال بصوته ويلي كان الفرحوم موزي. عمك ما المرحوم فوزي اشطر مني واكتشفها. عدي لقلك، عدي شوي حتى نسمع فريد ونتذكر المرحوم. ليش وقفت؟ دقيقة حزن إجلالا للذكرى. غيره بتريد شي استاذ؟ لا ابدا سلامتك. وشلون بتريد الحمص؟ حمص بلحمة ولا سادة على وشه زيت؟ لا لا هاد ولا هاد. يا ريت تعجنولي الحمص بالزيت والكمون. على عين حاضر. ليش معجون بالكمون؟ مو الفرحون موزي، الفرحون المرحوم فوزي كان يكبه بحمون؟ يحبه بكمون؟ مبلا. وانا بدي اعمل مثله، لانه فعلا هالزلمه كان يعرف طعم التمه منيح. ايه ايه فريده لا تستغربي، والانسان يعني لازم يخلص لذكريات صغيره للمراحيم، بقى شلون اذا كان المرحوم شريكه؟ شريك مين؟ شريكي السابق. فيكي. ايه الله يرحمك يا فوزي. ويحسن إليك. مرحبا فريدة. أهلين نعيم. ليش تأخرت كل هالقد؟ شو هاد اللي جايبه بإيدك؟ مفاجأة. شو هي؟ حزري. لا تكون جايب الصورة اللي عجبتني بالمعرض للؤي كيالي. لا مو للؤي كيالي. لناظم الجعفري. ولا ناظم الجعفري. لكن صورة الطوفان لخزيمة علواني. لا ستي كمان ما حزرتي. طب استنى استنى، لا تقلي يا سيدي انت اشتريت صورة الفوتوغرافية لدمشق القديمة تبع قطيبة شهابي. هلأ رح تعديلي رسامين البلد كلياتهم؟ طيب عجزت لمين؟ يا ستي هالصورة للفرحوم موزي. الفرحوم المرحوم فوزي. المهم مرقت على مصور يلي كان يتصور عنده جوزك المرحوم، وقلت له يكبر لي صورة تكون واضحة له وفاء منا لذكراه. شو رح تعمل؟ بدي أعلقها محل صورتي. محل صورتك؟ ليش صورتي؟ أنا عالطالعة والنازلة بتشوفيني، وشخصي كمان. أما هو المسكين ما بتشوفيه منو؟ صارت عظامه مكاحل تحت البلاطة، ساكن جوا القبر ساكن. والله ما أكون محله بستوحش أنا. روح عنا يا تعال. شوفي لي اياها. قعد بالنص مايل. لا مو مايل، نزل. ماشي الحال. شوفي فريده، ما بدي احلف يمين، بس هالصوره هي ما بتنشال من صدر الصالون. حلو الوفاء للمراحيم، حلو. لا تقولي شوفي ما احلاها. لك شوفي فريدة. يا فريدة. نعم. أطولتي؟ ما بدك تنامي؟ يلا يلا جاي، فرشيت أسناني ودقرت باب الزقاق. شو جاب هاي البيجامة لهون؟ أنا طالعتها. ليش بقى؟ لأنه هاي بيجامة الفرحوم موزي، المرحوم فوزي، مو بيجامتي. بقى قلت لحالي أحسن مالك ضاببتيها بالخزانة وما بعرف ليش هو. قلت لحالي يا ولد طالعها وحطه قدامك حتى نتذكر المرحوم فوزي انا وياكي، وندعي له ونطلب الرحمه لروحه. هلا شو بدك انت بهالقصص المعدتة؟ فكري مشان هلا المرحوم مات وشبع موت، لشو بقى هالحركات اللي ما لها طعمه؟ فعلا انك انسان غريب، وانا ما عاد اقدر اسكت على فصولك من هلا ورايح. فريده فريده فريده، شو رحت عندي؟ ما دخلك.
الله يصلحك، ليش هيك قمتي صورة؟ طبعا بدي قيمة، شو شغل هالمجانين هاد؟ فظاع على هالقصة، إذا فقت على بكرة بلاقي صورة فوزي بوشي، إذا فتحت المسجلة بيطلع لي شريط فريد الأطرش عم بيستناني، إذا قعدنا على الغداء بلاقي صورة فوزي الصغيرة مدحوشة بيناتنا على الطاولة. إيشو هالعيشة هي؟ قسما بالله قمطني قلبي، هيك بدنا نقضي عمرنا؟ ما بتعرف إنه الحي أبقى من الميت؟ بعرف والله بعرف، بس أنا فكري بلا فكري بلا مكري. طيب يعني والله مو حلوة، هلا هيك الإخلاص للزوج؟ حاجة إخلاص وأريدة إخلاص، يعني ضروري أدفن حالي مع المرحوم مشان الإخلاص؟ بعدين أنا صار لي 9 أشهر مخلصة وآخرتها، طلعت إيدها المسألة. يعني ما بعرف، هيك فكرك؟ طبعاً هيك فكري. إيه بس هذا المرحوم فوزي، وفوزي جوزك مو جوزي. بلا جوزي بلا موزي، يحرم علي بعد اليوم إذا بقيت تسمع اسمه على لساني بهالبيت. إيه بس هيك. طب أنا شو بدي أعمل إذا الله أخده؟ ضروري ضحي بسعادتي كمان؟ طيب نحن هلأ عنا مشكلة حقيقية، شو بدنا نساوي بهالبيجامة؟ حطها على جنب، بكرة بفصلها مماسح غبرة. طيب، مو أنت اللي قلتي؟ ها؟ نعيم؟ نعم. شوف لي إياها، مايلة شي؟ أعوذ بالله، ضابطة 100%، هلأ أنت عيني. هي عيني.